بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم عندنا وصفة ما شاء الله، عندنا لا سوب تاع السلق. هذا تاع السلق بالبلدان العربية نسميوه سبانخ. فريمون هاد لا سوب سي ان ديليس. كوم دخل الصيف لازم نبدلو شوية نديرو أكلات خفاف. وعندنا مسيو كروك، هذا تانيك سي ان موديل، هم ياكلوه ولادنا في الزنقه بزاف. انا نديره لكم اليوم في البيت، تولوا ديروا في داركم، ما كان لا ياكلوه ولادكم برا. نبداو على بركه الله، نديروا لا سوب تاعنا هي الاولى ومن بعد نولوا الوصفه الثانيه. عندي زوج حبات بطاطا كنت قطعتهم، نعطيكم لي زانغريديون ميم طون نخدم. زوج حبات بطاطا، الحبة بطاطا تدخل في ربطة تاع السلق، أنا هنا درت زوج. وعندي مغرفة تاع الزبدة، نبدا بمغرفة تاع الزبدة تاعي، نديرها في طنجرة هكذا، ونقطع البطاطا تاعي قطعتها هكذا، من نزيد لها هكذا. كيما على بالكم السلق ما فيهش الروح، تمتم يطيب. بنينه بنينه بزاف هاد العصوب، ديروها ما تندموش عليها، ما ولادكم رايحين يحبوها. كيما على بالكم البطاطا صامطه، دونك نرمي لها شويه ملح من الفوق، ماشي بزاف ما نكثرش. هكذا نزيد ندير زوج ربطات السلق تاعي، قلت لكم حبه بطاطا زوج ربطات تاع السلق، نديرهم هكذا من الفوق، نديرهم يتحمصوا على نار قليله حتى يدبل، ومن بعد نكملوا لي زانغريديون. هنا نوري لكم كيفاش تقلات. هاي ليك حمصنا البطاطا مع السلق بالزبده، شوفوا عباكم السلق يطلق الماء. هنا في هذه المرحلة بعد ما دخل كل شيء في بعضها، ندير له قص نص ريتلة تاع الماء، بيان سور سخونة، توجور التمريق بالماء سخون. نغلق عليها نخليها طيب، نروحو نديرو الوصفة الثانية ومن بعد نوريكم كيفاش نكملو هذه الوصفة. والآن نكملو مع مسيو كروك. واش عندنا في الوصفة تاع مسيو كروك؟ عندنا بيشاميل، عندنا لو بان توست، وعندنا الموتزاريلا اللي هي الباتي مي دو نوعيه جيده. لا بيشاميل واش عندنا فيها؟ ناخذ كاسونه تاعي ندير فيها، تبعوا المراحل برك تفهموا كلش ساهل، فوسيو بط لي زيتاب. ندير فيها لا مارغارين تاعي كويارا سوب، والفارينه على نار. نروحو نديرو لا بيشاميل تاعنا على النار، بصح قبل ما نديرها نفهم لكم واش يجي فيها. عندي كاس ما نعمروش، ندير نص حليب ونص كريم فريش، ها هو السر تاع بان توست علاش يجي بنين. هنا نعمر هكذا هكذا، ندير بين الحليب ولا كريم فريش تولي عندنا كاس. هنا في المارغارين هذه قبل ما نديها فوق النار، ندير لها نص حبه تاع مرق الدجاج، نص حبه، ما نستعملش الملح، هكذا نص حبه، نزيد لها شويه تاع الفلفل الكحل. نروح نحمصوهم فوق النار مع الفارينه حتى تذوب المارغارين، وانتري طون نوري لكم واش ندير الحساء ديالنا. انا حطيت المارغارين تاعي ذوب باش ندير لا بيشاميل، وهنا نوريكم لا سوب هي طابت لي تري بيان. هنا قبل ما نطفي عليها ندير هاد الحساء يغلي مده 5 حتى 6 دقائق مع لا سوب، مكتوب حساء الدجاج يتبع لي تري بون، نديرو دوقا يطيب معاها ونكملو اونتر طون الكراتان ديالنا.
شوفوا هنا ما شاء الله لي فريمون ليجي وبنينه. هنا واش ندير؟ عندي مغرفة تاع لا مارغارين، انا ماشي حنستعملها كامل، ندير شويه قبل في لو بلا هنا هكذا. ولا كنت تحقروا المارغارين ما ديروهاش باسكو هي السر تاع البنه باش يجينا بنين. هكذا نحلها كامل، فوالا وريت لكم انا لا مارك اللي نطيب بها تاع لا مارغارين. قولوا لي فيديو اللي من قبل وانتو تشوفوا. ومن بعد ناخذ لو بان توست ديالي، نحط واحد من واحد من. انا في الحقيقه هادو ما درت غير باش نوريكم، انا دابيتود ندير على قيس افراد العائله اللي عندي. هنا واش ندير؟ نزيد ندير شويه تاع الزبده. هادو كان نقول لكم شحال يتباع برا، يتباع لو مورسو هكذا 45000، 45000 لو مورسو وحده. قبل ما نحط هذا نديرو لا بيشاميل، صبقوها هي الاولى. ملاحظه هنا ننبه ليها، اللي حب يدير كروفات يقدر يدير، اللي حب يدير دجاج يقدر يدير. انا عطيت لكم الاصليه، مي بصح درتها بكامل لي زاروم، خرجت لي ما شاء الله. درتها بالكروفات، درتها بالدجاج، مازال ما سيتهاش غير بالطون، وعلى بالي راح تخرج بنينه. كيما قلت لكم كروك مسيو هذا حنا قدامنا هنا يبيعوه 45000 لا بيس. نحط الموتزاريلا تاعي في الوسط هكذا هكذا، ومن بعد نزيد فوقها البيشاميل ديالي هكذا، ونزيد ندير له فرماج بلون من الفوق. هو يحب هاد الصوالح كامل، مي مالغري بون غري ما يسواش 45000 هكذا. ونغلق به، نغلق بهذه، نزيد واحده اخرى كيف كيف، نغلق به هكذا. هنا نزيد لا كريم اللي قعدت لي، كريم اللي كامل هكذا نطليها. راكو تشوفوا فيها مي ثقيله، ما راهي ليجي. لازم تكون من الفوق اون كوشي باسا. كمل البيشاميل تاعي، زيد نرمي له شويه تاع فرماج غابي، ونرميه في الفور يطيب ونكملوا لا سوب ديالنا. هنا كي نحيد لا سوب ديالي واش ندير؟ نرمي لها ان مورسو تاع فرماج هكذا، ونزيد نرمي لها نص شكاره تاع هذا الفرماج غابي. هذا ما نرميش توقع، باردون هنا غلط، نديرو مع المخر. نزيد لها شويه تاع الكوريير، وندير لها نص حبه تاع الجومبو اللي قعدت لي مكروك مسيو. انا نميكسيها ونوريكم كيفاش خرجت. هنا انا كملتها، هاد لا سوب هايله هايله بنينه اللي حب السرق بيان سور. هنا ندير هذاك فرماج غابي ديالي، سي تري ريش بلي فيتامين الدراري الصغار سورتو ولادنا، كو تعرفوا في الماكله. انا ولادي تلمون ولفت لهم هاد الحوايج نديرهم ياكلوا كلش، الخضره كامل ياكلوها الحمد لله، هذا من فضل الله. نوريكم لا تيكستور تاعها هايليك. نحيهم جيه، نطيب مسيو كروك ديالي حتى يحمر من الفوق، ونوريكم الوصفات في صحن التقديم، ونقولكم الى الملتقى مع وصفه واحده اخرى. مع السلامه.